حياكم الله مشاهدينا. اليوم احنا في زيارة خاصة الى احد رواد الكرة العراقية والنجم الكبير والمعلق اللامع الاستاذ شدراك يوسف، اللي سمعنا انه سوى عملية كبرى تكللت بالنجاح ان شاء الله. فاليوم احنا هنا بالنيابة عن الشرقية حتى نطمن على صحته. مرحبا، السلام عليكم. الحمد لله على السلامة أستاذ، شلونك؟ نجمنا الكبير الله يخليك. أشكرك أشكرك. رحم الله والدك. أوكي، طبعا إحنا أول ما سمعنا قلنا لازم نجي يمك بالنيابة عن الشرقية. الله يسلمك. أنا أشكرك وأشكر كل كادر قناة الشرقية، وأشكر سعد البزاز أيضا، يعني اللي دائما يقوم ب يعني تقييم الكثير من الرياضيين يعني في هكذا يعني مجال. يعني طبعا استاذ احنا ما نريد نتعبك هوايه، ونتمنى ترجع للشاشه العراقيه، ترجع تكون قدوتنا انت بالشاشه، ونتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله استاذ. الله يخليك، وجيتكم على راسي ان شاء الله، وما انسى هذا الموقف بالحقيقه. يعني دكتور، ممكن طمنا على صحه الاستاذ شدراك يوسف؟ طبعا هاي العملية اللي أجريتها لشدراك يوسف من العمليات اللي أفتخر بيها، لأن هذا الرجل له فد ماضي، كان من أبطال العراق بالقدم بالستينات وبالسبعينات، وفي عام 75 اعتزل القدم، يصبح بعدها مدرب. عام 79 اعتزل التدريب وأصبح معلق رياضي، فأفنى حياته كلها بالرياضة. طبعا أنا أعرفه من أني طفل، قبل 55 سنة سنة 66 في بطولة كأس العرب حضرت إلى ملعب الكشافة ويا عمي، وكنا نصرخ شدراك شدراك، والجمهور كان يصرخ شدراك، والشعب العراقي كله كان يصرخ شدراك. فكنت أتمنى لقاءه، ومع الأسف التقيت به كمريض، فأجريت العملية فوق الكبرى، استئصال المستقيم وجزء من القولون. طبعا جريناها بالناظور بالعمليات الحديثة وليس بالفتح. طبعا هذا القامة الكبيرة اللي حمل على أكتاف العراق في المحافل العربية والمحافل الدولية، تلقيه هسه إنسان ما يملك من الحياة غير الذكريات، ما يملك شبر في هذا البلد، ما يملك دراجة، ما يملك إيجار شقة. فكان الواجب علينا، طبعا احنا قمنا وتكفلنا بكل مصاريفه، ليس فضلا ولا منة بل عرفانا لرد الجميل له لما قدم من خدمات العراق. رمسن شدراك يوسف، نجل الأستاذ والنجم الكبير شدراك يوسف، تقدر اليوم تطمننا على صحة الوالد وشون تشوف العملية؟ بالبداية ألف الحمد لله وشكرا على كل حال. أحب أرحب بجيتكم على عيننا وعلى رأسنا، نورتونا ومشكورين على المبادرة. قناة الشرقية أكيد غنية عن التعريف بهالشي. الحمد لله وشكر، حالته الآن مستقرة، وطمنكم الدكتور أكثر، هو يعرف اختصاصه، واحنا بس نطلب من الجماهير ومن الناس كلها اللي تحب هالشخص القام اللي قدم كل شيء للعراق دعواتهم، يذكروه بصلواتهم، وان شاء الله يرجع احسن من قبل يا رب، هذا اللي نتمناه.